هذا التهريب. بمقتضى اتفاقية تم توقيعها اليوم بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحصلت بلادنا على هبة بحوالي 1,000 مليار لدعم المبادرة الخاصة والمسار الديمقراطي، وذلك في إطار برنامج تعاون بين البلدين يتواصل طيلة 5 سنوات ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين الحوكمة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هدف الأول هو دعم تونس في مسار الانتقال الاقتصادي ودعم المشاريع اللي متوجهة للشباب، للتمكين الاقتصادي للمرأة، لدعم التنمية في الجهات، لدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وكذلك أيضا هدف ثاني هو دعم الحوكمة والارتقاء بالمؤسسات متاعنا في إطار الانتقال الديمقراطي اللي تعرفه تونس.